أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلمانية أن مملكة البحرين اتخذت مبادرات نوعية وسنت تشريعات وقوانين متقدمة تضمن مكافحة ظاهرة الكراهية على أساس الدين والمعتقد، مبينة أن المملكة وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم تسخر بمجتمع متحضر. جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة البرلمانيين للكراهية على أساس الدين أو المعتقد. وأشارت الزائد إلى ما تضمنه إعلان المنامة من الحث على تجريم العنف والكراهية والدعوة إلى التعايش السلمي. من جهتها أكدت سعادة النائب مريم صالح الضاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عضو وفد الشعب البرلمانية أن مملكة البحرين تبرز كنموذج رائد في الدعوة للسلام من خلال مبادرات جلالة الملك المعظم الداعية للسلام والمحبة والتآخي والتعايش والحوار بين الأديان. وأكدت الضاعن أهمية تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الكراهية والعنف على أساس الدين والمعتقد. هذا وشارك في الندوة سعادة النائب حسن إبراهيم حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب.